اهلا وسهلا بكم من سكولر رجل حياة فام ونيوصل صوتنا على 93 سينو على 98.9 بتونس الكبرى والموجودين باحد نزل الخاصه بولايه المنستير للايام الصيدلانيه 21 بالوسط. سعيد جدا بحواري مع الدكتور سمير منصور عضو المجلس الجهوي للهيئه لهيئه الصيدله وعضو للجنه التنظيم. دكتور اهلا وسهلا. مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعيك. سي لو رونديفو انويل للصيدله الوسط. هو توتفي اما مش توتفي توتفي تعرفش علاش على خاطر هو صحيح هي الايام الصيدلانيه بالوسط معناتها لكن هي ناسيونال سي تيفينمون ناسيونال يهم تونس الكل صحيح. كان انت تعمل دوره تو تلقى الصيادله من اول شيء مختلف اختصاصات معناتها اللي في سبيطارات اللي بيولوجيست صياد الخواص معناتها اللي جروسيست ريبارتيتور الكل الكل داكوردو نسيت شي حد المصنعين عندنا تدخلات وعندنا الدنيا لي فابريكون معناتها الكل ومن الجمهوريه التونسيه الكل فهمت سان ايفينمون ناسيونال هو يدخل في اطار التكوين المستمر نتاع الصيادله فهمت نستعرضوا فيه كل شيء تنجم تعمل دورة تشوف معناتها قدامك هاوكا كنت حاضرين وين كنت وين قيتوني واقف تو نعملوا في معناتها الورشات العلمية فهمتي ولا لا تبارك الله هونهم كلهم عبين عنا ورشة علمية على تفاعل الأدوية بين بعضها يعني تعرف أنت تو الصيدلي اختصاصه هو كذا صرف الأدوية ومراجعتها فهمتي ولا باش ما تقعش مشاكل مثلا في الاستعمال بين زوز أدوية فهمت في يعني في يتروجين هذاك يفيق به الصيدلي ويركح الأمور إذا ساعات يزم مشاورة طبيب ساعات يعمل وحده إذا كان حاجة ما تتطلبش معناتها تلقاها بيورمون ميديكامونتوز ماهيش مشكل هذا هو اللي الايام الصيدلانيه تدخل فيها الاطار هذا التكوين المستمر ونحكيه على التصنيه ونحكيه على كل شيء وخاصه انه تكون فما فرصه في علاقه مباشره بين المصنعين وبين الفارماسيان هذا يوطي العلاقه ويحسن من جوده الادويه والخدمات المزداد لكل طالب ادويه تونسي شوف هي العلاقه مش يوتد هي متوتة بتبيعتها وتيده على الاخر على خاطر هو اللي يصنع صيدلي واللي متلقي صيدلي ومن بعد هو يمشي للمواطن داكوردو معناتها هي وطيده تبقى احنا هنا باش نشوفوا المشاكل ونلقاو له الحلول مثلا تو مش نحكيوا عنا مداخله غدوه كان عشنا مش تلقيها انا الدكتوره اسماء سلامي هذه صيدلانيه معناتها في التصنيع ما مش نشوفوا مشاكل هل نقص الادويه هذه اللي قاعد كيفاش المصنعين قاعدين يجابوا فيه حلول شنو الحلول اللي مش يلقاوها شنو الحلول اللي لازمها اليوم كي يراوها لازمها تعملها الدوله باش نقصوا من هذا خطر ثم الحلول نحاول صحيح ما عندناش فلوس اما هكا الغالب معناتها ثم حاجات ما نسمعهاش لكن باش نقصوا في عوض يكونوا عندنا 100 يوليو عندنا حتى كي يوليو عندنا 70 باقي باهي فهمت كي يوليو 90 ديما صحيح نحيت 30 لو فهمتش فين تدخل هذه عندنا معناتها مداخله في الشيء هذا قداش عدد المؤتمرين المشاركين في الايام والله المؤتمرين ينجم يفوت ال 500 600 واحد توا انكتيرات تبارك الله الاوتيل معناتها بدا معناتها بداوا مشي يتعب معناتها هذوما قاعدين جايين من هنا الغدوه يقعد ثم معناتها ما شاء الله فهمت زملاء من جميع من الجمهوريه الكل يجي ومرحبا بهم فهمت هو هذا عرس علمي صيدلاني وراو عندنا حتى اطباء وخياني مشاركوا حتى في الورشات معنا فهمت معناتها ان شاء الله الامور تمشي بالباهي وكا هو هذا ايش عندي دكتور سمير سيدي. منصور عضو مجلس الجهوي ولايه الصيدله انغرو ميرسي لتدخلكم معنا شكرا 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 لكم ومرحبا بكم